عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ أم ليليا. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كاب كيك اللي كيجيو لذات بزاف وكيحماقوا عليهم وليداتنا، وكيجيو حسن ملي كنشريو ليهم اللي فيهم مواد حافظة اللي تقدر تضر وليداتنا. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نحتاجو كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيدة، نص كاس ديال الحليب، ونص كاس ديال الماء، وجوج بيضات ومليحة، وجوج خنيشات ديال الخميرة 8 غرام، وخنيشة ديال سكر فاني، وشوية البوغ ديال الكاكاو. بالنسبة للتزيين كنحتاجو حبيبة ديال شوكولا الكوكيز، وشوكولات فيرميسيل يكون ملون. وبالنسبة للفورس كناخدو 10 المعالق كبار كيكون مغربل من قبل. أثناء غادي نطرب البيض وكاس ديال السنيدة وسكر فاني حتى غادي نحصل على خليط متجانس واللون ديالو تبدل. أنا استعملت طراب يدوي، بإمكانكم تستعملوا طراب كهربائي. كيف ما كتشوفوا معايا تبدل اللون ديال خليط البيض مع السنيدة. غادي نزيد الملح والمواد السائلة اللي هي كاس الزيت، نص كاس الحليب، نص كاس الماء، غادي نخلطهم تاني حتى كيتجانس ليا كل شيء. غادي نزيد الفرص والخميرة اللي خلطتهم من قبل، غادي نزيدهم على الخليط ديالي وغادي نبدا نطرف فيهم حتى نحصل على عجينة متجانسة. أنا بالنسبة للفوز احتاجيت 10 المعالق كبار. غادي ناخد شوية ديال الخليط وندير معاه بودر كاكاو. كيف كتشوفوا معايا خديت المول ديال لي كاب كيك ودرت فيه القويطات ديالي. كيف ما شفتوا معايا في فيديو قبل، درت الخليط عادي وزدت وسط منه معلقة صغيرة ديال الخليط اللي درته بالكاكاو، ومن بعد خويت فوق منهم الخليط اللي بقى ليا. ودابا كنزينهم بحبيبات ديال الشوكولات ديال الكوكيز. انا غادي ندهن غير النص، والنص الاخر غادي نخليه حتى غادي يطيب، وغادي ندهنهم بالكونفيتور وندير فوق منهم شوكولات فيرميسيل. الاثناء غادي ندخلهم يطيبوا في الفران اللي مسخن من قبل على درجة 120، وغادي نشعل عليهم لتحت حتى غادي يطيبوا، ومن بعد غادي نشعل لهم الفوق. المدة ديال الطهي ديالهم بين 20 و25 دقيقة. كيف ما كتشوفوا معايا كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي رطبين والمذاق كيجي هائل. أتمنى تعجبكم الوصفة ديال اليوم وتجربوها. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة. السلام عليكم.